نكمل من حيث انتهينا بالدرس الماضي. بالدرس الماضي طلاب نحن انتقلنا إلى السرعة الثابتة. رح ناخذ إذا بتتذكروا السرعة الشعاعية velocity. نلاحظ حكينا في حياتنا اليومية أن ليس ثمة فرق لغوي بين قيمة السرعة ومفهوم السرعة الشعاعية كفرق لغوي، أما هناك فرق فيزيائي، إذ أن السرعة الشعاعية تدل على قيمة السرعة واتجاهها. يعني أقول سيارة تسير بالسرعة 50 باتجاه الشمال، تختلف فيزيائيا عن سيارة تسير بالسرعة 50 لكن باتجاه الجنوب أو باتجاه الغرب. فالسرعة الشعاعية تدل على قيمة القيمة العددية للسرعة واتجاه حركة الجسم أو السيارة. ولاحظنا المتزلج كيف يمكن أن يغير اتجاهه، يعني قد تكون سرعة متزلج ثابتة سرعة 50 مثلا كيلومتر في الساعة مثلا، لكن يمكن أن تتغير جهة حركة هذا المتزلج. أنتقل إلى السرعة، إذن هاي السرعة الشعاعية. أنتقل إلى السرعة الثابتة constant velocity، السرعة الثابتة. للحصول على سرعة ثابتة يعني أن قيمة السرعة واتجاهها ثابتان. متى تكون متى تكون سرعة الجسم ثابتة؟ عندما تثبت قيمة السرعة والجهة، سرعة الجسم واتجاهه. إذن وثبات قيمة السرعة يعني أن الجسم يتحرك في خط مستقيم ولا يحدث له تغيير في اتجاهه. يعني إذا الجسم مثلا كانت سرعته باتجاه الشمال بسرعة 50 وغير اتجاه سرعته مثلا باتجاه الغرب وبسرعة 50، نقول بأن السرعة ليست ثابتة، تغيرت. لكي تكون السرعة ثابتة طلاب يجب أن تكون قيمة السرعة واتجاهها ثابتان. قال إن الحركة بسرعة ثابتة تعني أن الجسم يتحرك في خط مستقيم وبقيمة ثابتة للسرعة العددية. يعني بعيد، لكي تكون السرعة ثابتة يجب أن تكون قيمة السرعة واتجاهها ثابتان. يعني إذا تغيرت قيمة السرعة تغيرت السرعة، وإذا تغير اتجاه السرعة إذا تغيرت القيمة تغيرت السرعة، وإذا تغير الاتجاه كمان تغيرت السرعة. انتبهوا إلى الخط البياني، هاي المسافة وهاي الزمن. فهون ثبات في السرعة، يعني خلال ثاني يقطع 10 متر مثلا، خلال ثانيتين يقطع 20 متر، خلال 3 ثواني يقطع 30. فهناك ثبات. انتبهوا على الخط البياني، ثابت. تزداد المسافة، يقطع مسافة خلال واحدة الزمن، فالسرعة ثابتة. السرعة ثابتة، خط بياني. هذا الخط هو تمثيل بياني للمسافة على الزمن، ويكون يكون قيمته ثابتة، يعني لا يوجد هناك تعرجات. إذا مثلا أعيد، مثلا نقول أن سرعة الجسم ثابتة إذا كانت قيمة السرعة واتجاهها ثابتان. من يعيد تعريف السرعة الثابتة؟ متى نقول عن السرعة أنها ثابتة برفع الأيدي؟ إذا كانت قيمة السرعة ثابتة واتجاهها، نعم، إذا كانت قيمة السرعة واتجاهها ثابتان. إذا كانت قيمة السرعة ثابتة واتجاهها، نعم، إذا كانت قيمة السرعة واتجاهها ثابتان، نعم.